بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقل روبير أو نقطة ثابتة في الموقع. أولا، الروبير هو عبارة عن نقطة معلومة أو مفروضة للمنسوب، تستخدم كمرجع لمعرفة مناسيب نقاط أخرى. طبعا أول حاجة في الموقع على أرض طبيعية، ننصب جهاز الميزان في المنتصف بين النقطتين. مثلا نفترض أن عندنا النقطة A هو الروبير بتاعنا المعلوم، والنقطة B هي النقطة المجهولة اللي احنا عايزين نجيب منسوبها أو ننقل الروبير عليها. دائما ننصب الجهاز الميزان في المنتصف، ونلاحظ لا تمنعنا عوائق عن الرؤية، مثلا أشجار أو مباني. ثم نوجه المنظار على النقطة المعلومة روبيرها أو منسوبها، واللي منها هننقل النقطة الثابتة لأي مكان آخر. دي النقطة المعلومة، ولنفترض مثلا إن دي القامة. بنوقف المساعد بالقامة على النقطة المعلومة ونأخذ القراءة. أنا عندي روبير ثابت معلوم وحناخد قراءة عليه، يبقى إذن نجيب منسوب سطح الميزان. عندنا مثلا ان احنا هنقرا على القامة 1 متر، قرينا على القامة 1 متر، يبقى اذا عندي معلوم منسوب النقطة وقريت القامة عليه، يبقى اذا اجيب سطح الميزان، منسوب سطح الميزان يساوي منسوب الروبير، الروبير زائد قراءة القامة. عندنا هيساوي الروبير عندنا 80، زائد قراءة القامة 1 متر، زائد 1 متر. إذا منسوب سطح الميزان اللي حيساوي 81 متر. كده أنا معايا منسوب سطح الميزان، أقدر أجيب منسوب أي نقطة أخرى وأنقل عندها الروبير أو النقطة الثابتة. لازم نلاحظ إن المكان الثابت اللي هتاخد عليه الروبير والنقطة الثابتة يكون مكان غير قابل للحركة، عشان ما تتضربش منك وتسبب لك مشاكل كبيرة. إذا يجب أن يكون على أرض صلبة، مثلا أن تكون أرض صلبة غير قابلة للحركة. كده أنا معايا منسوب سطح الميزان، أقدر أجيب منسوب أي نقطة أخرى وأنقل عندها الروبير أو النقطة الثابتة. مثلا هنقل الروبير الجديد عند النقطة دي أو المكان الثابت ده، وهنرمز له بالرمز B. هوقف المساعد بالقامة على مكان الروبير الجديد اللي انا هحدده، وناخذ القراءة عليه. اخذنا 1.5 متر. اذا منسوب النقطة الجديدة، منسوب النقطة يساوي منسوب سطح الميزان ناقص قراءة القامة. بمعنى منسوب سطح الميزان جبناه اللي هو 81، ناقص قراءة القامة كانت 1.5 متر. إذن منسوب النقطة هيكون 79.50 متر. وبكده يكون ده منسوب الروبير الجديد. أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، بس تنسوش دعمنا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير الفيديو ليستفاد الجميع بإذن الله.